تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة للوقاية من كورونا برئاسة محافظ صلاح الدين، استمرت الملاكات الفنية في مديرية الدفاع المدني بنصب منظومات التعفير لتشمل سيطرة الحوجة جنوب تكريت، بعد أن تم نصب مثليها في سيطرتي الشيخ إبراهيم والتقاطع الشرقاط. الزميل جاسم البوجاسم والتقرير التالي. بتوجيه مباشر من رئيس خلية الأزمة الدكتور المهندس عمار جبر خليل، قامت فرق الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين بنصب منظومات خاصة لتعفير المركبات القادمة إلى المحافظة من مداخلها الجنوبية والشرقية والشمالية لغرض الحد من دخول فيروس كورونا إلى المحافظة عن طريق المركبات، كونه فيروس يلتصق على الأسطح المعدنية والبلاستيكية والمطاطية. بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل الجبوري وبدعم منه لإنشاء منظومات تعفير في جميع الأقضية والنواحي، حاليا العمل مستمر في نصب هذه المنظومات من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والمحافظة على سلامة محافظة صلاح الدين. وحاليا الموقف جيد جدا، ويتم الدعم من السيد محافظ صلاح الدين لإنشاء جميع المنظومات وبأسرع وقت، وسوف تقوم انتهاء هذه المنظومات يوم السبت بإنجاز جميع المنظومات. تم إنجاز المنظومات في منطقة الشيخ إبراهيم بالقطاع الجنوبي بمدخل صلاح الدين من بغداد، ومنظومة تعفير في مفرق الشرقاط لتعفير العجلات القادمة من الموصل. وحاليا العمل مستمر، وتم إنشاء أيضا منظومة في جسر الضلوعية، وحاليا الآن إنشاء منظومة في سيطرة العوجة وسيطرة السيطرة الشرقية لجسر العلم. طبعا بعد دعم من السيد محافظ صلاح الدين بهذه المبالغ، تم شراء محاليل ثلاث أربعة أنواع ومن أرقى الجودة، وحاليا المحاليل المستخدمة هي محاليل الفارغون ومحاليل التي اتش 4 ومحاليل القاصر ومحاليل الكلور. بناء على توجيهات ودعم من قبل السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر المحترم، تقوم مديرية الدفاع المدني صلاح الدين بتنصيب منظومة تعقيم وتطهير لكافة الأقضية والنواحي ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة، وتم تنصيب محطة تعقيم في منطقة الشيخ إبراهيم ومحطة الضلوعية وتقاطع الشرقاط، واليوم احنا في منطقة صلاح الدين مركز المحافظة سيطرة العوجة. الدفاع المدني استعانت وفق ما تطلبه المرحلة الحالية ببعض من الشركات ذات الاختصاص والتي تمتلك المعدات والمواد الكيماوية التي أثبتت أنها ذات تقنية عالية وفعالية على حد سواء. تم تجهيز مديرية الدفاع المدني بمادة التعفير والمواد مادة الفارغون ومادة التي اتش 4 والمرشات الزراعية، مرشات الشحن ومرشات المحمولة، وتم مساندة مديرية الدفاع المدني بتجهيز المواد النوزلات والمطارات، وتم مساندتهم لإنشاء المنظومات التعفير، تعفير السيارات المارة من بغداد الراحلة إلى الموصل. إجراءات احترازية اتخذتها خلية الأزمة برئاسة الدكتور المهندس عمار جبر خليل للحد من تفشي ودخول فيروس كورونا إلى محافظة صلاح الدين. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، تكريت.